أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية مواصلة تدعيم أسس التعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويحفظ مكتسباتها، منوها سمو بما بلغته مستويات التعاون مع الدول الآسيوية في المجالات العسكرية والدفاعية وغيرها من القطاعات الحيوية. وأشاد سمو في هذا الصدد بالمدى المتميز للعلاقات البحرينية الماليزية، إذ تولي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى يظل الله ورعاه الاهتمام لتطوير أطر التعاون مع هذا البلد الشقيق الذي يمثل نموذجا أسيويا متقدما على الصعد التنموية والاقتصادية في مختلف المجالات، مضيفا سموه أن إسهامات مملكة البحرين أو مملكة ماليزيا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة تزيد من أهمية موقعها ودورها الاستراتيجي. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع مع السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع بمملكة ماليزيا الشقيقة. وأشار سموه إلى ما يشكله تبادل الزيارات بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا من تعزيز لمستوى العلاقات الثنائية بينهما وتقوية التعاون والتنسيق بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما، في ضوء ما تحرص عليه قيادتي البلدين الشقيقين يتواصل ازدهار الروابط القوية بينهما على كافة الصعد. كما بحث اللقاء بين سمو ولي العهد ووزير الدفاع الماليزي المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانب أعرب السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه، مشيدا بما لمسه من حرص واهتمام مملكة البحرين على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع بلاده.